الخير. موعد جديد للربح مثل كل نهار خميس بتمام الساعة 4:30 مع اليانصيب الوطني اللبناني، وجائزة كبرى أسبوعية قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية بانتظار واحد منكم بختام صحبتنا. مثل العادة دايما هالصحبات عم بتكون بإشراف مدير اليانصيب الأستاذ رضوان غانم يلي موجود معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يا هلا. مثل ما العادة بتقول، البداية رح تكون مع الصبايا من بيت اليتيم الدرزي بعبيد حتى نتأكد من التوالي. البداية لليلة 16/9/2021 راح تكون مع جوائز الغلافات يلي قيمتها 100,000 ليرة لبنانية. سحبين لهالجائزة على الدواليب الثلاثة، أما الجوائز عدد 20. أول سحب معكم صبايا. كل غلاف بينتهي بالرقم 194 ربح 100,000 ليرة. سحب تاني. كل غلاف بينتهي بالرقم 368 بيربح ايضا 100,000 ليره لبنانيه. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العاديه، والبدايه مع جائزه ال 5,000 ليره. سحب واحد على دولاب واحد، والجوائز عددها 10,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 9 ربحت 5,000 ليرة. دولابين رح يبرموا هالمرة لجائزة إضافية قيمتها 10,000 ليرة لبنانية، والجوائز عددها 1000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 12 ربحت 10,000 ليرة. سحبين جديد لجائزة 20,000 ليرة، بنشوفهم معكم صبايا على الدواليب الثلاثة، والجوائز عددها 200. تفضل. كل ورقة بتنتهي بالرقم 376 ربحت 20,000. الصبايا مرة ثانية سحب جديد لجائزة 20,000 ليرة. كل ورقة بتنتهي بالرقم 747 ربحت 20,000. متابعينا ووصلنا لجائزة 30,000، ثلاث سحوبات على الدواليب الأربعة، والجوائز على 30. تفضلوا بأول سحب. كل ورقة بتنتهي بالرقم 0558 بتربح 30,000 ليرة. سحبتين. كل ورقة بتنتهي بالرقم 0232 ربحت 30,000. آخر سحب لجائزة 30,000 ليرة.
كل ورقة بتنتهي بالرقم 2638 ربحت 30,000 ليرة. صاحب جديد صبايا لجائزة 40,000 والجوائز عدد 10. كل ورقة بتنتهي بالرقم 9958 ربحت 40,000 ليرة. وصلنا لجائزة 50,000 ليرة اللبنانية، ومثل ما شايفين متابعين بسحوباتنا على الدواليب الأربعة، ثلاث سحوبات لجائزة 50,000 والجوائز عددها 30. تفضل. كل ورقة بتنتهي بالرقم 6196 ربحت 50,000 ليرة، سحب إضافي. كل ورقة بتنتهي بالرقم 4815 بتربح أيضا 50,000 ليرة، آخر سحب لهالجائزة. كل ورقة بتنتهي بالرقم 7641 ربحت 50,000. صبايا بدي اعزبكم كمان مرة نبرم أربع دواليب لجائزة 100,000 ليرة بثلاث سحوبات جديد، والجوائز عددها 30. أول سحب. كل ورقة بتنتهي بالرقم 3964 ربحت 100,000 ليرة، سحب جديد. كل ورقة بتنتهي بالرقم 1446 بتربح 100,000 ليرة. بنشوف الرقم الأخير الرابح لجائزة 100,000، تفضلوا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 0758 بتربح 100,000 ليرة لبنانية. متابعين بسحوباتنا لليوم الخميس 16/9/2021 بالإصدار العادي رقم 35 مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان وتحت إشراف مدير نصيب الأستاذ رضوان غانم اللي موجود معنا طبعا تحت يشرف على السحوبات، ونتأكد من الأرقام اللي موجودة إذا كانت أوراقها مبيعة بالأسواق. شكرا لوجودك. شكرا لك. وصلنا نحن وياكم مشاهدينا لجائزة 500,000 ليرة لبنانية، أربع سحوبات لهالجائزة على الدواليب الخمسة، الجوائز عددها أربعة، أما الطردي قيمتها 5,000 ليرة، السحب الأول. كل ورقة بتحمل الرقم 81,806 ربحت 500,000، سحب إضافي.
كل ورقة بتحمل الرقم 59466 ربحت 500,000 ليرة. السحب الثالث ما قبل الأخير لهالجائزة. الرقم الرابح لجائزة ال 500,000 ليرة هو 84,426. سحب رابع وأخير لجائزة ال 500,000. الأوراق اللي بتحمل الرقم 87,757 ثلاث سبعات بهالرقم بتربح 500,000 ليرة وترضية 500,000 قيمتها 5,000 ليرة لبنانية. وصلنا لجائزة المليون ليرة، ثلاث سحوبات مثل ما شايفين طبعا على الدواليب الخمسة وترضية الجائزة قيمتها 10,000. تفضل. كل ورقة بتحمل الرقم 94,651 ربحت 8 ليرة. سحب تاني. الأوراق يلي بتحمل الرقم 62,259 بتربح مليون ليرة. آخر سحب لجائزة المليون صباحا. حلو هالرقم 76,706، هيدا هو الرقم الرابح لجائزة المليون ليرة لبنانية وترضية هالجائزة قيمتها 10,000 ليرة. وصلنا سوا تنشوف شو هو الرقم الرابح لجائزة المليوني ليرة وترضية هالجائزة قيمتها 20,000. الورقة اللي بتحمل الرقم 0,2677 ربحت مليوني ليرة. الجائزة الأخيرة ضمن الجوائز العادية قيمتها 5 ملايين ليرة لبنانية، طبعاً هذه الجائزة ما قبل الجائزة الكبرى الأسبوعية اللي قيمتها 150 مليون ليرة. شو هو الرقم الرابح على الدواليب الخمسة؟ نشوف معكم صباحا. الرقم الرابح لجائزة ال 5 ملايين ليرة هو 54,088 وترضية هالجائزة قيمتها 50,000 ليرة. صار الوقت شوف أنا وياكم الدواليب الخمسة شو رح تعطينا من أرقام لجائزة ال 150 مليون ليرة. صبايا شدوا رأيكم على الدواليب. من 48,869 خمس أرقام 4,8,8,6,9. إذا كانت مباعة الورقة بالأسواق بتنربح تلقائيا الجائزة الكبرى الأسبوعية يلي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية. جواب مع الأستاذ رضوان غانم مدير اليونس. هذه الورقة غير مباعة، بدنا نعيد السحب وبتصير قيمة الجائزة مثل ما الجمهور الكريم بيعرف 75 مليون ليرة. يلا صبايا للأسف، تفضلوا.
21,191. 21,191. هذا هو الرقم اللي عم نشوفه، صارت الجائزة قيمتها 75 مليون ليرة، مع الرصيد الوطني اللبناني وجوائز عديدة وما حدا خسران. بدنا نقول مبروك لحامل الورقة رقم 21,191 بيربح 75 مليون ليرة، مبروك. ألف مبروك اللي ربح معنا الليلة، وبتقهر يا أستاذ إنه من أول مرة كان فينا نصيب هيدا الرقم وتربح 150 مليون. يعني بيربح صاحب النصيب، نحن بدورنا من بارك لكل اللي ربحوا معنا الليلة، ونأمل من الجمهور الكريم الإقبال على شراء أوراق اليانصيب لأنه الربح حقيقي بهالزمن الصعب. نعم. يعني للأسف بهالزمن الصعب شو ما كان شو ما فات على الجيبة بيقدر يعمل فرق بحياتنا، على أمل اللي ما ربحوا اليوم يربحوا الأسبوع القادم على شرط إنكم تكتروا أوراقكم. رح أرجع عيد عليكم سحب اليانصيب الوطني اللبناني بالإصدار العادي رقم 35 لليوم الخميس 16 أيلول 2021، والبداية رح تكون مع جوائز الغلافات اللي قيمتها 100,000 ليرة. بتروح هالجائزة لكل غلاف بينتهي بالرقم لو سمحتوا 194 و368. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العادية، والبداية مع جائزة 5,000 ليرة بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 9. الرقم الرابح لجائزة 10,000 هو 12. الأوراق يلي بتنتهي بالرقم 376 و747 ربحت 20,000 ليرة. الأوراق يلي بتنتهي بالأرقام 0558 032 و2638 ربحت 30,000 ليرة. الرقم الرابح لجائزة 40,000 هو 9,958. ثلاث أرقام رابحة لجائزة 50,000 وهي 6,196 4,815 و7,641. جائزة 100,000 ليرة مبروكة للأوراق يلي بتنتهي بالرقم 3,964 1,446 و0,758. جائزة 500,000 ليرة مبروكة لكل ورقة بتحمل الرقم 81,806 59,466 84,426 و87,757. جائزة المليون بتروح الليلة للأوراق يلي بتحمل الرقم 94,651 62,259 و76,706. مبروك للورقة يلي بتحمل الرقم 0,2677 جائزة المليوني ليرة. أما جائزة 5 ملايين مبروكة للورقة يلي بتحمل الرقم 54,088. الجائزة الكبرى الأسبوعية اللي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية من ربحت الليلة من أول سحب بعد ما أشارت الدواليب الخمسة للرقم 48,869، وبما أن الورقة غير مباعة تلقائياً قيمة الجائزة بتنزل للنص وبتصير قيمتها 75 مليون ليرة لبنانية، وبتروح الليلة للورقة يلي بتحمل الرقم 21,191 وترضية 75 مليون ليرة قيمتها 750,000 ليرة لبنانية. مبروك كتير كبيرة لكل اللي ربحوا. بدي أشكر وجودك معنا أستاذ رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني اللبناني اللي عم تشرف على صحبتنا كل أسبوع، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. يا هلا. والشكر الأكبر لكم صبايا من بيت اليتيم الدرزي بعدي اللي بتلفونا دايما على الدوالي. موعد ثابت في الخميس بتمام الساعة 4:30، وجائزة كبرى أسبوعية قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية لواحد منكم. كتروا أوراقكم لأن الحظ ناطركم. للقاء.